طيب انا عارف ان وقتي خلص، بس ما اقدرش اختم من غير هذه الإشارة اللي فيها لفتة من التكريم والثناء والعرفان والإشادة والحب وحاجات كتير قوي لأستاذ من أساتذة الإعلام، أستاذ من أساتذة النقد، أستاذ من أساتذة الفن، وكان أستاذ شخصي لي أنا في سنوات كثيرة جدا في بدايات عمري، وهو الأستاذ الراحل الكبير يوسف شريف رزق الله الذي توفي عن عالمنا الجمعة الماضي من 3 أيام. بس للأسف أنا كنت أجازة الفترة دي، والنهاردة أول يوم ليا شغل، فما كانش ينفع يعدي أول يوم من غير ما أترحم على هذا الفقيد الكبير. يوسف شريف رزق الله هو موسوعة السينما المصرية والعربية والعالمية. يوسف شريف رزق الله هو تأريخ، مش تاريخ، هو طبعا تاريخ في الإعلام والنقد والفن، بس هو كمان تأريخ. كان لما يغلب غلبنا في معلومة فنية سينمائية في أي فيلم عربي، في أي فيلم أجنبي، في فيلم حتى اتصور ومنزلش، فيلم كان حتى في ذهن المؤلف وما عملوش، هتلاقي الإجابة عند يوسف شريف رزق الله، الله يرحمه. كان يعني موسوعة بكلمة موسوعة، وكان دقيق، وكان شديد الانضباط، وكان لطيف، وكان طول الوقت مبتسم، وكان محبوب من الجميع ومحب للجميع. يوسف شريف رزق الله انا في بدايات عملي في التلفزيون، وهو كان ناقد كبير وبيجي يستضاف كتير، وكان بيعمل برنامج سينمائي معروف سواء للسينما العربيه او السينما الاجنبيه، بس هو تخصصه الاكبر يعني كان السينما الاجنبيه، ومفيش تقريبا فنان عالمي ولا نجم من نجوم السينما العالميه في هوليوود لم يلتقي يوسف شريف رزق الله، عمل معه حوارات وخد منه اسرار وانفرادات وما الى ذلك. بس انا شخصيا اتعلمت من يوسف شريف، وانا اتعلمت ان من علمني حرفا صرت له عبدا، فانا عبد على مستوى الدنيا طبعا، لكن نحن كلنا عباد الله سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى. لكن انا اتعلمت من يوسف شريف رزق الله حاجتين في الاعلام ما انساهمش وما زلت متمسك بيهم حتى لحظه دي. واحد، ان الاعلام معناها الدقه المتناهيه، الدقه 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 لبكره الصبح. يوسف شريف رزق الله رغم معلوماته وموسوعته ومش عارف كذا، كنت اكلمه في التليفون او اروح له كذا اقول له يا استاذ شريف هو الفنان الفلاني ده كان اتولد سنه كذا في فيلم سنه كذا، يقول لي ثانيه واحده. اقول له يا استاذ شريف انت هترجع ليه؟ انت موسوعه قول لي. يقول لي انا عارف بس اتاكد عشان لما اقول لك معلومه انت هتقولها في التلفزيون يا تامر لازم تبقى معلومه مدققه وموثقه، ما ينفعش يبقى فيها غلط ولو حتى في شهر، يعني ممكن يقول لي سبتمبر سنه 70 ولا ديسمبر، لا لازم تبقى كذا. فيرجع ويرجع يقول لي الفنان ده اتولد سنة كذا وعمل فيلم الفلاني في شهر كذا سنة كذا ونزل في دار العرض سنة كذا وعمل كذا، اللي هي زي بيقولوا في علم المنطق كده معلومة جامعة مانعة، جامعة يعني تجمع كل الإجابة اللي انت عايزها، ومانعة لأي فتي، مانعة لأي اجتهاد، مانعة لأي تعرفين الفهلوة والحدائق بتاعتنا. فالدقة اللي تعلمتها من يوسف شريف رزق الله انا واخدها نهج حياة. رقم اتنين فكرة التخصص. انا اتعلمت من يوسف شريف رزق الله الله يرحمه اني ما افتحش بقي في موضوع من غير ما اكون قريت عنه وبحثت وعملت سيرش. كان كبير وعنده يعني سن كبير وكان استاذنا، ونسأله في حاجة يقول لك استنى هبحث وارجع لك، مع انه لو قال اي حاجة هنصدقه لانه استاذ، ومع ذلك يقول لك هرجع للاصل او هرجع للمرجع او هدور على المعلومه وارجع لك. فانا اتعلمت منه كمان الحكايه التانية دي، وهي فكره ان انا قبل ما افتح كلام في موضوع، على فكره مش بس في التلفزيون حتى في قعداتي الخاصه، لو انا موضوع ما فهمش فيه قوي تلاقيني ساكت وقاعد بسمع للناس واتعلم منهم. موضوع انا قريت فيه وعارف المعلومه وهضمه، لا افتح بقى على الرابع وبراحتك، لان ساعتها هيبقى افتاء مش فتي. عرفتوا الفرق؟ افتاء اللي هو زي دار الافتاء، هل معنى ان دار الافتاء عندنا بتفتي؟ لا، تفتي. وفرق كبير بين تفتي وتفتي. تفتي يعني شخص او جهة لديهم العلم ولديهم المعلومة الاكيدة ثم يفتون الناس بها. اما اللي بيفتي ده واحد هجاص ليس لديه علم وليس لديه المعلومة لكن بيفتي على الناس، وشتان الفارق، ده بياخد ثواب وده بياخد فوق دماغه. ففرق كبير ما بين الافتاء وما بين الفتي، وطبعا ما بين الفتاء دي حاجة تانية. بجد
رحيل مؤثر، وانا شخصيا يعني تأثرت جدا برحيله، وابسط شيء مني ومن زمايلي في البرنامج ومن اسر التلفزيون النهار ان احنا نقدم من هذه اللفتة الكريمة تكريما لروحه، ونتمنى له يعني غفرانا ورحمة، ويظل دايما معلما وملهما حتى بعد رحيله. وداعا يوسف شريف رزق الله. معلم الأجيال والأب الروحي للنقد السينمائي، إنه يوسف شريف رزق الله. كنت لا أتوقف عن مشاهدة الأفلام سواء في دور العرض الدرجة الأولى أو حتى الدرجة الثانية. موسوعة السينما العالمية الذي رحل عن عالمنا يوم 12 يوليو الجاري عن عمر ناهز 77 عاما، هو أحد رموز النقد السينمائي ومؤرخا ومعلما لأجيال عديدة. أهم حاجة بالنسبة للنقد إن هو يبقى مطلع على السينما والفنون الأخرى، وإنه يشاهد أفلام ويشاهد مسرحيات. يعني الفرجة والمشاهدة دي مهمة جدا لتثقيف البني آدم، ويخليه يتابع الحركة المسرحية والسينمائية في البلد. يعد الراحل يوسف شريف رزق الله أحد أهم المؤرخين المصريين للسينما المصرية، وصاحب أول برنامج تلفزيوني مصري وهو نادي السينما. كان فكرة نادي السينما انتشرت نتيجة لنادي القاهرة للسينما وجمعية الفن. فابتدينا نحضر لنادي السينما من خلال لجنة كانت في التلفزيون، كان دورها أنها تختار الأفلام والمسلسلات والحلقات اللي نطلبها من شركات اللي احنا متعاقدين معها علشان تجيبنا. عمل محررا ثم رئيسا لتحرير النشرات الإخبارية في مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ثم أصبح رئيسا لقناة النيل الدولية عام 1997 إلى عام 2002. الأخبار يعني الكارير بتاعي بقى ابتدى من الأخبار كمحرر فاسكندر تحرير فرئيس تحرير، ثم شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامي ورئيسا لجهاز السينما بالمدينة. عمل معدا لبرنامج نادي السينما بالتلفزيون المصري منذ عام 1975 وبرنامج أوسكار عام 1980. سنة 80 لما انفصل القناة الأولى عن القناة الثانية طلبت مني رئيسة القناة الثانية إعداد برنامج عن برنامج عن السينما مثيل بشكل أو بآخر لأوسكار لنادي السينما، لكن بدون ما يبقى فيه ضيف. وقدم الكثير من البرامج السينمائية على القناة الثانية بالتلفزيون المصري. سيداتي مساء الخير، في حلقة الليلة نتوقف عند ظاهرة تكاد تكون فريدة في تاريخ السينما العالمية، وهي ظاهرة النجم جيمس دين اللي بتمر هذه الأيام الذكرى 40 لوفاته. وشغل منصب السكرتير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1987، ثم أصبح مديرا فنيا للمهرجان منذ عام 2000. شارك في لجان التحكيم في مهرجانات عديدة في فرنسا وإيطاليا وهولندا، نال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018. أولا أحب أشكر معالي الدكتورة إيناس عبد الدايم على تمجيد الثقة في السنة دي، ثم أشكر الأستاذ محمد حفزي على قراره بتكريمي عن مشواري كمدير فني لسنوات تجاوزت 30 سنة.